وكان عليه الصلاة والسلام أوسع الناس عقلا وأحسنهم خلقا وأكرمهم طبعا وأوفرهم علما وأزيدهم زهدا وأشدهم في الله وأغيرهم على دين الله وأعفهم وأبعدهم عن مواضع الرياء صلى الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا صلى الله عليه وأقنع الناس وأكثر الخلق حياء وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعظ الناس لا يصرح باسم أحد خشية أن يخجله صلى الله عليه وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويقولون كذا وكان صلى الله عليه وسلم يؤاكل الفقراء والمساكين صلى الله عليه ويكرم أهل الفضل على اختلاف طبقاتهم صلى الله عليه ويكرم أقاربه وأرحامه ولا يقدمهم على من هو أفضل منهم ولا يجفو على أحد بقوله ولا فعل ويغضب لله ويرضى لله وإذا غضب لا يقاوم غضبه أحد ولا يأخذ من أساء ولا يجزي بالسيئة السيئة ويحب العفو والصفح ويخرج إلى بساتين أصحابه صلى الله عليه وسلم فيأكل منها ويحتطب وكان عليه الصلاة والسلام يقبل عذر المعتذر وكان صلى الله عليه وسلم لا يرتفع على خدمه في مأكل ولا ملبس وكان صلى الله عليه وسلم لا يحقر مسكينا لفقره صلى الله عليه ولا يهاب ملكا لملكه صلى الله عليه يدعو هذا وهذا إلى الله عز وجل دعاء واحدا صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم هينا لينا صلى الله عليه ليس بفظ ولا غليظ رحيما بالخلق صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه ودعا له صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم لا يدعوه أحد حرا كان أو عبدا إلا وقام معه جبرا لخاطره صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم لا يدعوه أحد حرا كان أو عبدا إلا وقام معه جبرا لخاطره صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم يكرم كل داخل عليه ويؤثره بالوسادة التي تكون تحته صلى الله عليه وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما صلى الله عليه وكان متواصل الأحزان وكان حزنه لله خوفا من الله صلى الله عليه وكان حزنه لله خوفا من الله لا لغرض من أغراض الأكوان وكان صلى الله عليه وسلم أعدل الناس يدور مع الحق حيث دار صلى الله عليه لا تأخذه في الله لومة لائم يصل لله ويقطع لله ويحب لله ويبغض لله ويقف عند حدود الله وينتصر لله ولا يعمل عملا إلا لله ويرى الحر والعبد والقريب والبعيد في الله سواء يحب الفقراء والمساكين ويحنو عليهم ويسلم في طريقه على الصبيان
وكان صلى الله عليه وسلم يلاعب الحسن والحسين وربما أركبهما على ظهره صلى الله عليه وسلم ويمشي بهما على يديه ورجليه ويقول نعم الجمل جملكما ونعم العذلان أنتما. وكان صلى الله عليه وسلم يعطي كل جليس حظه من البشاشة حتى يظن ذلك الجليس أنه أكرم جلاسه عليه وأحبهم إليه. وماذا نبسط لك من أخلاقه الشريفة المحمدية صلى الله عليه وسلم وخلقه القرآن، وقد وسع بخلقه الكريم العظيم الإنس والجان. فبالغ وأكثر لن تحيط بوصفه. وأين الثريا من يد المتناول؟ وكان الوقت وقت إجابة والأوان أوان تضرع وإنابة، والساعة ساعة بروز أشرف خلق الله، من له حاجة فليسأل الله. وكان عليه الصلاة والسلام أوسع الناس عقلا وأحسنهم خلقا وأكرمهم طبعا وأوفرهم علما وأزيدهم زهدا وأشدهم في الله وأغيرهم على دين الله وأعفهم وأبعدهم عن مواضع الرياء صلى الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا وأقنع الناس وأكثر الخلق حياء. وكان صلى الله عليه وسلم إذا وعظ الناس لا يصرح باسم أحد خشية أن يخجله، وإنما يقول ما بال أقوام يفعلون كذا ويقولون كذا. وكان صلى الله عليه وسلم يؤاكل الفقراء والمساكين ويكرم أهل الفضل على اختلاف طبقاتهم ويكرم أقاربه وأرحامه ولا يقدمهم على من هو أفضل منهم ولا يجفو على أحد بقوله ولا فعل، ويغضب لله ويرضى لله، وإذا غضب لا يقاوم غضبه أحد، ولا يأخذ من أساء ولا يجزي بالسيئة السيئة، ويحب العفو والصفح، ويخرج إلى بساتين أصحابه صلى الله عليه وسلم فيأكل منها ويحتطب. وكان عليه الصلاة والسلام يقبل عذر المعتذر. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرتفع على خدمه في مأكل ولا ملبس. وكان صلى الله عليه وسلم لا يحقر مسكينا لفقره، صلى الله عليه، ولا يهاب ملكا لملكه، صلى الله عليه، يدعو هذا وهذا إلى الله عز وجل دعاء واحدا، صلى الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق، صلى الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم هينا لينا، صلى الله عليه، ليس بفظ ولا غليظ، رحيما بالخلق، صلى الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سئل أن يدعو على أحد عدل عن الدعاء عليه ودعا له، صلى الله عليه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدعوه أحد حرا كان أو عبدا إلا وقام